استكمل كده مع بعض. مصر بعد ايه خلاص اتمام فتح المسلمين لمصر، كيف حكم المسلمين مصر؟ نتكلم عن مصر في عصر ايه الولايه. اقر الخليفه عمر بن الخطاب القائد عمرو بن العاص واليا على مصر، وبذلك بدايه عصر الولايه، بدايه عصر ايه الولايه. ولازم تبدا من عصر الخلفاء الراشدين حتى الدولة الطولونية في العصر العباسي الثاني. طيب يبقى كده أول حاكم مسلم على مصر، أول حاكم مسلم على مصر كان عمرو بن العاص، عينه الخليفة عمرو بن الخطاب واليا على إيه؟ على مصر، كان مكافأة طبعا له وتقديرا لجهود عمرو بن العاص في الفتوحات اللي تمت في بلاد الشام وفي مصر. طبعا بفكركم إن مين آخر حكام مصر أو في العصر الروماني؟ احنا قلنا المقوقس. تمام؟ طيب عمرو بن العاص ايه اهم اعماله في مصر؟ اول حاجه بناء مدينه الفسطاط. شرع عمرو بن العاص في بناء مدينه لتكون عاصمه لمصر الاسلاميه، بعد ما كانت ايه؟ تمام، بعد ما كانت الاسكندريه بقت الفسطاط خلاص اول مدينه او اول عاصمه لمصر الاسلاميه، وسميت الى الفسطاط نسبة إلى فسطاط، وهي خيمة الخيمة بتاعت عمرو بن العاص كان اسمها فسطاط، التي بناها عند دخوله مصر. واستمرت الفسطاط في الاتساع والازدهار حتى أصبحت مركزا مهما للتجارة طوال عصر الولاية. ده صورة لأول مسجد في مصر وفي أفريقيا، تاج الجوامع كما كان يطلق عليه، مسجد عمرو بن العاص. وهنا صورة لسور مدينة الفسطاط اللي طبعا بتشمل دلوقتي منطقة طبعا ايه الفسطاط مصر القديمة ومنطقة القلعة والسيدة عائشة، الجزء ده كله يعني كان يعتبر جزء من مدينة الايه؟ من مدينة الفسطاط. طيب تاني حاجة عملها عمرو بن العاص من أعماله في مصر هو إنشاء خليج أمير المؤمنين. ساعد استقرار الفسطاط وانتعاش الحركة التجارية بها إلى إعادة حفر القناة القديمة التي كانت تربط بين نهر النيل والبحر الأحمر، وكانت موجودة في أيام الرومان وكانت تحمل اسم خليج تراجانا. طبعا نفتكر مع بعض كده إن كان في قناة زمان أيام الفراعنة كان اسمها إيه؟ قناة سيزوستريس. قناة سيزوستريس تصل النيل بالبحر الأحمر، وبعدين يعني تعطلت وردمت، وبعدين رجعت تاني في ايام الرومان وكان اسمها خليج تراجان، وبعدين ردمت. تمام، وبعدين اعيد حفر هذه القناه بشكل جديد عشان تسهل يعني ايه حركه التجاره، وكانت تسمى خليج امير المؤمنين بعد ما كانت تسمى في وقت الرومان خليج تراجان، حيث استاذن عمرو الخليفه عمر على شقه فسمح له بذلك وسمي بخليج امير المؤمنين. هنشوف صورة ليها دلوقتي كموقع يعني، وجرت فيه السفن ووصلت إلى الحجاز محملة بالبضائع والغلال وأنواع الطعام المختلفة، إذا كان هدفها هو إصدار التجارة وده هدف اقتصادي. ده شكل لخليج أمير المؤمنين زي ما أنتم شايفين كده، بيجي من عند خليج السويس أهو، خلاص من عند القلزم السويس أهو، كل ده طبعا وبيستكمل هنا لغاية يعني منطقة شمال القاهرة لتصل نهر النيل أهو بالبحر الأحمر، لتصل نهر النيل بالبحر إيه؟ بالبحر الأحمر، أو يعني نقدر نقول كده بتصل البحر الأحمر بالبحر المتوسط بطريق غير مباشر عن طريق نهر النيل، وده كان من أهم أعمال عمرو بن العاص في مصر. تعال نشوف نظام الحكم لمصر، نظام الحكم الإسلامي لمصر، الحكم والإدارة في عهد الولاية. العرب منذ عمرو بن العاص ومن بعده من الولاية أبقوا على نظام الحكم الذي وجدوه في مصر عند فتحها. اكتفوا فقط بالإشراف والإدارة بوجه عام. إذا ظل النظام الإداري الذي كان معمولا به في مصر في وقت الرومان موجود. العرب اكتفوا بالإشراف والإدارة بوجه عام، وكانت مصر مقسمة، هو ده التقسيم اللي كان أيام الرومان واللي أبقى عليه المسلمين، مقسمة إداريا إلى مصر العليا اللي هي الصعيد دلوقتي ومصر السفلى،
وكان هذان القسمان مقسمين إلى أقاليم 80 إقليم، والأقاليم مقسمة إلى قرى، وكانت كل الأقاليم تحت سلطة الوالي الذي يعين من قبل الخلافة أو من دور الخلافة. تمام؟ يبقى كده ده التقسيم اللي كان موجود أيام الرومان. خلاص؟ كان مصر مقسمة إداريا لقسمين، مصر العليا ومصر السفلى، الصعيد والدلتا. وهذان مقسمان إلى أقاليم، والأقاليم مقسمة إلى مدن وقرى، وكل يخضع لسلطة الوالي اللي بيعينه إيه؟ الخليفة. مصر في عصر الخلفاء الراشدين والأمويين كان معظم الحكام أو الولاة من العرب. يبقى اللي كان الوظائف المهمة كبرى، كان معظم الوظائف الكبرى في عصر الدولة الإسلامية يتقلدها العرب دون سواهم. فمثلا في عصر الخلفاء الراشدين، يعني بنقول عصر الخلفاء الراشدين ايه في مصر؟ يعني مين ومين؟ يعني في عصر سيدنا عمر، سيدنا عثمان بن عفان، سيدنا علي بن ابي طالب. كان طبعا عدد الولاة اللي حكموا مصر في عصر الخلفاء الراشدين 5 ولاة، اشهرهم عمرو بن العاص. في العصر الاموي كان في 80 والي، طبعا فتره اطول، طبعا فتره الولايه الامويين طبعا اطول. احنا بنتكلم في الدوله الامويه من سنه 40 لسنه 132 هجريه، فكان في 80 والي، اشهرهم عبد العزيز ابن مروان اللي حكم مصر 20 عام من سنة 65 إلى سنة 86 من الهجرة. دول ولاد مصر في عصر الخلفاء الراشدين والأمويين، 5 ولاة زي ما قلنا تاني بنأكد أهو في عصر الخلفاء الراشدين، سيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي، و 80 والي في عصر الخلفاء الأمويين، أشهرهم طبعا في العصر الخلفاء الراشدين كان أشهر الولاة كان عمرو بن العاص طبعا اولهم، وكان عبد الله بن سعد ابن ابي السرح. وفي اشهر الخلفاء الامويين، اشهر الولاه الامويين لحكم مصر، كان عبد العزيز ابن مروان. تعالوا نتكلم عن، احنا طبعا اتكلمنا عن عمرو بن العاص واهم اعماله كاشهر الولاه في عصر الخلفاء الراشدين. دلوقتي نشوف اشهر الاعمال او اهم الاعمال التي قام بها الوالي عبد العزيز بن مروان اثناء ولايته على مصر. هو كان من أحسن وأعدل ولاة مصر في العصر الأموي. أقام قمطرة على خليج أمير المؤمنين بطرف القسطاط سنة 69 هجرية. يعني نقدر نقول كده، نركز مع بعض زي كده، يبقى اللي أعاد حفر خليج تراجان ثم خليج أمير المؤمنين هو عمرو بن العاص. طيب اللي أضاف عليه تعديل تاني وهو عبد العزيز بن مروان، ان اقام قنطره كوبري يعني ممر كده على ايه، خليج امير المؤمنين بطرف الفسطاط عشان تعدى عليه الناحيه الثانيه. اذا اضاف على القناه او على الخليج اضاف اضافه معماريه وهي القنطره دي. بنى مقياس للنيل، بنى مقياس للنيل، وزاد في جامع عمرو بن العاص توسعه. في عام 73 اتخذ من حلوان مركزا له ودارا لاقامته. يعني نقدر نقول كده ان نقدر نقول بمعنى صح ان عاصمه الخلافه، عاصمه الولايه في فتره عبد العزيز كانت حلوان، ودارا لاقامته بعد اصابته بالجذام. خلاص؟ بعد اصابته بالايه؟ بالجذام. يبقى هنا نقل العاصمه يعتبر كده، يعني ان عبد العزيز بن نقل العاصمه من الفسطاط الى حلوان، وده كان لهدف، وده ايه؟ كان لهدف، وهو اصابه عبد العزيز بن مروان بايه؟ بالجذام، واتنقل طبعا لحلوان لاسباب صحيه، عشان يكون عارفين حلوان فيها مشفى او كان فيها العلاج بايه؟ المياه الكبريتيه وكده، فيعني العلاج لمرض الجذام وبعض الامراض الاخرى، الامراض الجلديه وخلافه، ونقل معه بيت المال. وكده نقدر نقول كده ان مقر الدوله في ذلك الوقت كان فين؟ كان في حلوان، برغبه طبعا من عبد العزيز ابن مروان، واقام بها المساجد والمباني والبساتين، واهتم طبعا بالزراعه، وجمع بين الحكم الفقه وايه؟ والشعبيه العريضه. كانت له شعبيه وكان يعني له قبول كده لدى المصريين.
طيب ده بالنسبه لولايه مصر في عصر ايه؟ الخلفاء الراشدين وعصر الدوله الامويه. ضربنا مثال هنا ومثال هنا باشهر الحكام او اشهر الولاة، هنا عمرو بن العاص اول ولي على مصر، وهنا عبد العزيز بن مروان، ويعني ذكرنا كده بعض من اعمال كل منهم في فتره ولايته. اما في عصر الخلفاء العباسيين، الدوله العباسيه بقى قامت في الاثنين، معلش احنا قلنا عشان ما ننساش ان اللي يجمع ما بين الفترتين فكرة القاسم المشترك هو الاعتماد على العرب او على العنصر العربي. فلذلك هتلاقي ايه؟ كل من تولى حكم مصر في فتره العصر الخلفاء الراشدين والعصر الاموي هم من اصول عربيه، هم من اصول ايه؟ عربيه. اما هنا في العصر العباسي فقد قامت الدوله العباسيه على اكتاف الفرس. على اكتاف ايه؟ الفرس. فالفرس هم من الموالي، هم مسلمين ولكنهم ليسوا عرب. فبرز العنصر الفارسي في تقليد ولايات الدولة، يعني كان الخلفاء العباسيين اعتمدوا على العنصر الفارسي في مناصب مهمة زي مناصب الولاة ومنهم ولاة مصر. فمثلا في عهد الخليفة المعتصم، كمان جه بعد كده في عصر العباس الثاني، في عصر الخليفة المعتصم اعتمد على الأتراك. اعتمد على ايه؟ الاتراك. نقولهم كده مع بعض تاني. يبقى الحكام او الخلفاء في العصر الدوله، في عصر الخلفاء الراشدين وفي عصر الدوله الامويه اعتمدوا على العنصر العربي. طيب الخلفاء في تخلد طبعا المناصب المهمه ومنهم الولاه. طيب نقول تاني كده مع بعض، الخلفاء في عصر في العصر العباسي الاول اعتمدوا على العنصر الفارسي. الخلفاء في العصر العباسي الثاني اعتمدوا على العنصر التركي بدايه من الخليفه المعتصم. اعتمد على الاتراك فتولى حكم مصر ولاة من الترك، كان اولهم يزيد ابن عبد الله التركي. طيب في عصر العباسي الثاني بالتحديد بدانا نلاحظ تغيير سريع للولاة، يعني كان الوالي يحكم فتره قصيره وياتي غيره، فتره قصيره وياتي وياتي غيره. طيب الاسباب قدامنا، ضعف الخلفاء العباسيين، خلاص بعد مقر الخلافه العباسيه عن مصر، فلم يتركوا ولاه مصر في الحكم طويلا. هم ايه السبب؟ كل الخلفاء العباسيين في العصر العباسي الثاني كانوا حريصين على فكره التغيير المستمر، مش عايزين والي يقعد مده طويله، عايزين دايما فترة الولاية تبقى فترات ايه؟ فترات قصيرة. وده السبب اللي قدامنا ده، كي لا يطمعوا في الاستخدام بالبلاد. مستغلين ايه؟ بعد مصر عن مقر الخلافة العباسية اللي كانت طبعا في بغداد. اتباع العباسيين سياسة اقطاع بعض اقاليم الدولة العباسية لبعض ايه؟ لبعض الشخصيات. اقطاع يعني شبه يديهم مناطق شبه مستقلين بيها تحت عباءة او تحت سيطرة الدولة الايه؟ الدولة العباسية. طيب ده بالنسبة لايه؟ بالنسبة ل معلش تاني كده نقول كده، احنا كده بنقول يا جماعه دي الاسباب التي ادت الى ايه؟ كثره طبعا ايه؟ كثره تغيير الولاه في فترات قصيره، وكان على فكره ما كانش صعب طبعا على الولاه ان هو ممكن يستقيل من مصر، وقد حدث بالفعل. وده ان شاء الله اللي هيكون يعني موضوعنا او يكون في الكلام عنه بمشيئه الله في الجزء او الدروس القادمه في الوحده، فكره بقى الاستقلال بمصر عن مقر الخلافه او عن الدوله العباسيه بدءا بالدوله الطولونيه او شخصيه احمد بن طولون، وهو احد القاده الاتراك اللي تولوا حكم مصر واللي قدر يؤسس دوله تحمل اسمه، بداها طبعا من مصر وتوسع فيما حولها. وده ان شاء الله هيكون موضوعنا في الحصه القادمه ان شاء الله. ارجو انكم تكونوا يعني قد استفدتم من هذا العرض، والتقي بكم ان شاء الله في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.